السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم لينا حماد من فريق سولفرتوبي. رح أحكي اليوم شرح لسؤال رقم 103 من أسئلة الجي آر إي. طبعا أسئلة هذا الأسبوع كلها رح تكون تحت موضوع الجبرة، أو بالعربي الجبر، والجبر هو أحد الأفرع الثلاثة الرئيسية بالرياضيات اللي وضعه العالم المسلم الخوارزمي. وسؤالنا بيحكي: ما هي قيمة إكس تربيع في المعادلة التالية؟ 4×4 مضروبة في قوس سالب 3X ناقص 8 اللي بتساوي 8 مضروبة في قوس سالب x زائد 9. هلا عشان نحل المعادلات اللي مثل هيك لازم نوزع العدد اللي بر القوس لكل الحدود اللي داخل الأقواس. في الأربعة بدنا نضربها بسالب 3x، والأربعة برضو رح نضربها بسالب 8، هيك بنكون فكينا القوس أو بنكون ضربنا القوس كله برقم 4. ونفس الشيء بالنسبة للثمانية، 8 رح نضربها بسالب x ورح نضربها ب9. فأربعة في سالب 3X راح تكون سالب 12X، وأربعة في سالب 8 راح تكون سالب 32، اللي بتساوي لما ندخل 8 على القوس الثاني حتكون سالب 8X زائد 72. هلا عملية بس ترتيب للمعادلة بشكل أكتر وترتيب للحدود، فراح ننقل سالب 12 للجهة الثانية وراح نعكس إشارتها. فسالب 12 هون راح أضيف 12X، وهون 12X 12X، مع سالب 12X راح تروح، راح يضل بس في عنا بالجهة اليسار هي سالب 32، والجهة اليمين راح يصير في 4X زائد 72. هلا بنرجع ل72 نبعتها لجهة سالب 32، فسالب 72 للطرفين راح يصير في عنا سالب 104 بتساوي 4X. قسمة الطرفين على 4 راح إكس تكون سالب 26. هلا احنا لهاي المرحلة حسبنا قيمة إكس، والسؤال عم بسأل عن إكس تربيع، فلو ربعنا بس 26 راح يكون الجواب 676. لو عندكم أي سؤال ابعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك، ويعطيكم العافية.